نظمت كلية اللغات بجامعة صنعاء حفل تخرج لطلاب دفعة آفاق الترجمة من قسم اللغة الإنجليزية والتي أهدوها إلى روح الشهيد عبد القادر هلال. تزامنا مع اقتراب الذكرى الاولى لاستشهاد اللواء الركن عبد القادر هلال، نظمت دفعه افاق الترجمه اول دفعه تخصصيه على المستوى المحلي حفل تخرجها بعد مضي 4 اعوام نسجوا فيها خيوط الكفاح والتميز، مهدين تخرجهم لروح الشهيد عبد القادر هلال. بصراحه شغل لا يوصف، انتظرنا لهذا اليوم طويلا، عانينا وتعبنا كثير، عانينا بالفعل من حيث الاجواء، الاوضاع اللي حولنا، الاوضاع الماديه المعنويه النفسيه، كلها كانت ضدنا، بس الحمد لله. تخرج بعد الصعاب، بعد الاشياء والمعوقات التي حصلت في البلاد وفي المنشآت التعليميه خاصه، واهدي تخرجي هذا الى وطني الحبيب والغالي، والى جميع كل مثقف وانسان يحب التعلم. فالترجمة هي جسر التواصل بين الثقافات والعلم. آفاق الترجمة دفعة كتبت نجاحها بأحرف الجد والصمود، مكملين رحلة التحصيل العلمي في سبيل الارتقاء برفعة اليمن، معبرين عن فرحتهم بانتهاء مشوارهم الأول. اليوم فرحة لا توصف، أكملنا 4 سنوات، كان ينقصنا حضور الشهيد عبد القادر هلال رحمة الله عليه، ونهدي تخرجنا إلى روحه الطاهرة، ونعاهده أن نمضي على دربه ونحن على نهج سائرون. هذه تعد دفعة انبثاقة للترجمة في اليمن وربط الثقافات ما بين الأوطان. هذه أول دفعة تخرجت من جامعة صنعاء وهي الفريدة من نوعها التخصصية، بإذن الله ستكون الجسر الرابط ما بين جميع الدول وما بين الثقافات كافة. الحفل تخلله عدد من الفقرات المسرحية والرقصات الشعبية التي عبرت عن التأخي بين أبناء الشعب اليمني وحب الانتماء، وكذلك تكريم خريجي الدفعة بالشهادات التقديرية. والله لا أستطيع وصف شعوري في هذا اليوم، منتظرين لهذا اليوم بارق الصبر، وأهدي تخرجي إلى جميع الجماهير التي حضرت، وإلى والدي العزيز، وإلى أخي المحامي سامي، وجميع الأهل والأصدقاء. أهني الدفعة المتخرجة، ونهني الشعب اليمني بأعياد سبتمبر وأكتوبر، ونتمنى لليمن دائما النصر. احتفالات التخرج تعتبر تحديا وانجازا كبيرا، خصوصا في ظل الاوضاع التي يعاني منها البلد من حصار وقصف للمنشآت التعليمية، حيث يعد تخرج دفعة تعليمية جديدة من اساس بناء الاوطان واعداد الاجيال الناضجة. حسين العودي، اليمن اليوم، صنعاء.